خناقه كبيره جدا زي ما حضراتكم شايفين. بنبدا الاول من الحكايه من الاخر، ان الحكم بيشهر البطاقات الحمراء لعدد تقريبا 8-9 لاعبين. الحدث هيكون غريب جدا بالنسبه للساده المشاهدين، لكن لما احنا نشوف ايه اللي حصل هنفهم. دي ركله جزاء، فريق احرز الهدف، ممكن الجمهور الفريق الخصم ولاعبي الفريق الخصم اعتبروها يعني شكل يعني احتفال غير لائق او احتفال في نوع من الاستفزاز، وبدات خناقه قويه جدا بداها حارس المرمى هو سبب في كل المشكله دي كلها. عشان كده طبعا لازم ان اي فريق كره قدم لازم يبقى فيه جزء فيه ثبات نفسي وثبات انفعالي. ما فيش شك ان كره القدم بيبقى فيه جمهور، الجمهور ده بيكون اكيد مستفز، فما بالك بقى لما يبقى فيه استفزاز ما بين اللعيبه وبين بعضها. يعني بستغرب بصراحه ان الجمهور او اللعيبه بتستحمل الجمهور لكن ما بيقدروش يستحملوا بعض، فدي حاجه بتبقى غريبه جدا. كمان بعد الكوره كان في يعني او بعد الطرد الحكم كمل الكره الحمراء والصفراء بتوعه، مش بس اكتفى في احتفال ركله الجزاء، لا ده كمل بعد المباراه او بعد اثناء سير المباراه بالكروت الحمراء. هنا طبعا بعد انتهاء المباراه كان لازم يبقى في حراس على الحكم، ده طبيعي يعني اقل واجب على الحكم.